طبعا هو الشخص هو اللي بحدد، لأنه الحد الفاصل بين الطبيعي والمرضي ما دائما واضح. بس عادة الشخص وقت بيشعر إنه حالته النفسية عم تسبب له معاناة كبيرة، أو عم تسبب له صعوبات أو تدهور في وظائفه الاجتماعية والنفسية والعائلية والمهنية، وقتها صار لازم يراجع الطبيب حتى يساعده حتى ما يتدهور أكثر وأكثر. طبعا كل ما لجأ للعلاج مبكر كل ما بكون نتائج أفضل، وممكن يرجع للطبيعي تماما. الأدوية هي أحد أنواع العلاج، بس في عنا علاجات تانية مختلفة ما فيها العلاجات النفسية المتنوعة اللي بتعتمد على أسس سلوكية أو إدراكية معرفية أو إيحائية أو تحليل نفسي أو غيره. وعنا طرق العلاج بالطب البديل كمان تكون مفيدة في كتير حالات. الأبر الصينية بشكل عام تستعمل الحالات العصبية أكثر، بس بتفيد كتير في الاضطرابات النفسية، وخاصة الاضطرابات المزاج، حالات القلق والاكتئاب وغيرها. فممكن أحيانا نلجأ إلى كعلاج بديل أحيانا إذا ما فادت أنواع العلاج الثانية. العلاج التنويم المغناطيسي مفيد لكتير حالات نفسية، ومفيد أيضا حتى للناس اللي ما عندهم مرض نفسي بس بحاجة لنوع من التشجيع للتنشيط للاسترخاء تركيز ذاكرة، فبنلجأ للعلاج التنويم المغناطيسي. في كتير مرضى اكتئاب يرفضوا الأدوية ما بحبوا الأدوية، فبنلجأ للعلاج النفسي. معروف العلاج الإدراكي المعرفي كوجنيتيف ثيرابي مفيد كثير في حالات الاكتئاب. وممكن الطرق الثانيه البديل علاج الايحائي، العلاج السلوكي او البديل.